واحد منهم بس. يا بتفكر يا بتسلم توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شيء، بقي واحد منهم بس. يا بتفكر يا بتسلم اي شخص عنده نقص، بس لو بتسأل ما حدا شو نحنا ما بنستاهل، بس أوقات بتحضننا عم يطلع دمعي. يا بتفكر يا بتحسنا فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شيء، نقي واحد منهم بس. وهيك بنكون خلصنا من الفيديو. طبعا زي ما شفتوا اخوي عبد الكريم لاول مره بغني، وهذه بقيت بخبي لكم اياها مفاجاه انه عبد الكريم بغني. طبعا اعطونا رايكم في التعليقات كيف كان صوت عبد الكريم وكيف كان الاداء عبود، وانا غطشت معه اكم من طلطيش هيك معه. واعطونا رايكم في التعليقات، ولا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا يلا مع السلامه، ان شاء الله بنال اعجابكم. لا 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 تغيبي يا شمس ويا قلبي، انت عمري وانت نصيبي وانت فيك تهوي. لا 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 تغيبي يا شمس ويا قلبي انت عمري.